السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم في برنامجكم زعفران وفانيلا. هنكون مع بعض من دلوقتي ولمده ساعه ان شاء الله. هنعمل وصفات النهارده طبعا وصفات اللايت وليس الدايت. النهارده الحد فهنعمل معاكم وصفات خفيفه طعمها لذيذ جدا، وهتشوفوا النهارده ازاي فيها كده فوائد كمان، وفي نفس الوقت طعمها حلو قوي وقليله السعرات قد ما او على الاقل اخف من لو اتعملت بالطريقه التقليديه. فيعني ان شاء الله تنبسطوا من الوصفات. وكمان ما تنسوش ان انا موجوده معاكم على صفحه البرنامج زعفران وفانيلا على الفيسبوك، تقدروا تبعتوا لي كل اسئلتكم وكل استفساراتكم، وان شاء الله انا هتواصل معاكم خلال الحلقه. وكمان تبعتوا لي التطبيقات علشان نعرضها اخر الحلقه باذن الله. طيب اول وصفه هنعملها مع بعض، خليني اقول لكم وصفات النهارده كلها، ايه رايكم؟ هنعمل اول وصفه كفته دجاج لايت بالصلصه البيضه. انا اخترت الدجاج لانه هو اقل من اللحمه في السعرات الحراريه، فقلت نعملها بالدجاج. بس طبعا انتوا لو عايزين تعملوها باللحمه عادي، ولو عايزين تعملوها بالسمك اخف من الفراخ ومن اللحمه كمان، فيعني انا اخدت الوسط فزي ما انتوا عايزين. هو دايما اللحمه بعدين الفراخ وبعدين السمك. طيب هنعوز نص كيلو صدور دجاج مفرومة، هنعوز ربع كوباية شوفان مطحون، ملح وفلفل، نص معلقة صغيرة بابريكا، ربع كوباية ريحان مفروم ناعم، وده كله اللي هنخلطه مع بعضه علشان خاطر نعمل اللحمة الكفتة بتاعتنا. الصلصة عبارة عن معلقة كبيرة من الزيت، نص فلفل أحمر وأخضر وأصفر وهنقطعه شرايح رفيعة كده زي ما انتوا شايفين، بصلة شرايح، معلقتين كبار من الشوفان المطحون، ده هيكون بدل الدقيق، واتنين كوب لبن خالي الدسم، معلقة صغيرة بشر ليمون، ملح وفلفل، ورشة جوزة الطيب. طيب يلا بينا هنعمل ايه دلوقتي. اول حاجة هنعملها هناخد الجلافزات لو سمحتوا، عايزين الجلافزات. طيب على ما تيجي الجلافزات خلينا نعمل الصوص بتاعة الكفتة بتاعتنا. احنا الكفتة بتاعتنا هنعملها وهنعملها كور وندخلها على الفرن. في الوقت ده خلينا نبتدي نعمل الصوص اللي عندنا، وزي ما انتوا شايفين الصوص كلها حاجات مكونات خفيفة جدا، يعني مش هنستعمل مثلا الدقيق، هنستعمل الشوفان، مش هنستعمل كريمة ولا حتى لبن، هنستعمل لبن خالي الدسم. فإحنا النهاردة في الأمان. أول حاجة هنعملها خلينا نحط الفلفل والبصل مع بعض، أو يعني نحط البصل الأول بعدين نحط الفلفل. دي معلقة زيت فقط، معلقة زيت فقط فقط. طيب أنا بس هقلب البصل شوية كده في الطاسة، وبعدين هنحط الفلفل، وبعدين نرجع من الفاصل، عشان احنا هنروح دلوقتي فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل معاكم بقية وصفاتنا. فبشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي انا حطيت الفلفل الالوان، تقدروا تحطوا مشروم كمان لو انتوا حابين. وبعدين دلوقتي في نفس الطاسة كده زي ما هي هنعمل بس كده زي دايرة هنا، بفضي كده مكان، وهاخد الشوفان اللي عندنا. بس أنا عايزة نشوف النهاردة عندنا كتير، بس هحمصه كده شوية شوية بس كده. عندنا كتير كومنتات. أم مايا بتقول إنها بعتت لي قبل كده وأنا مردتش عليها، معلش ابعتي لي تاني لأني أنا موصلنيش أو ما شفتش حاجة يعني. وعندنا من السودان، في راحت فين من السودان؟ من السودان أم جنابو
تسلمي يا حبيبتي، وان شاء الله دايما عند حسن ظنك. وسوى الشخشير طبعا حبيبه قلبي دايما بتتواصل معانا، وحريه تام شكرا ليكي. برنسس ديسمبر بتقول غاده حبيبتي نموت في اكلاتك الحلوه، متابعاتك من ليبيا. بس عملت البسبوسه بس طلعت ناشفه. طيب اعملي الوصفه بتاعتي، ولازم تلتزمي مش بس بالمقادير، بالوقت، لانك لو سبتيها زياده عن اللزوم في الفرن ممكن هتنشف منك. كيكه الجزر من عبير بير، وطبعا هنشوفها وقت التطبيقات. وعندنا ام اسيل من الجزائر كمان، اهلا وسهلا بيكي، هي اسمها حياه احمد وكاتبه تحت ام اسيل. ومن ليبيا عندنا عابره السبيل، ومن الاردن عندنا زينب سليمان. يعني ما شاء الله انا كتير بنبسط من الدول اللي يعني في بلاد عربيه كتير بتتابع البرنامج، ودي حاجه طبعا دايما بتسعدني. طيب هنحط دلوقتي اللبن اللي عندنا شويه شويه كده، بعد ما اتاكدت ان الشوفان اللي عندي كله استخبى خلاص اهو. هنبتدي بقى نحط اللبن اللي عندنا ونقلب على طول. لبن خالي الدسم، طبعا هيبتدي يتخن. هنحط بقى معانا مريم. اهلا يا مريم. الو. يا اهلا وسهلا. ازيك يا خالد؟ ازيك انت يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله، انا بحب القلب بموت فيك. ربنا يخليكي يا حبيبتي، تسلميلي يا رب. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ اه الحمد لله، انا بحب برنامجك وبتفرج عليه وبحبه قوي. طيب انا مبسوطه جدا ان البرنامج بيعجبك. قولي لي بقى بتحبي ايه اكتر حاجه، الطبخ ولا الحلويات ولا التزيين؟ لا التزيين. التزيين اكتر حاجه. طيب ان شاء الله كده دايما تابعينا كل يوم اتنين دايما بيكون عندنا فقره تزيين. طيب شايفين ابتدت تتخن الصوص اهي، شايفين اهو. هنبتدي نحط شويه كمان على ما دي تبتدي، هحط شويه كمان وهسيبها بقى تغلي على نار كده وسط لغايه ما ناخد السماكه اللي احنا عايزينها. هنحط بقى شويه ملح شويه فلفل. خليني اقول لكم احنا عملنا ايه علشان نرجع نفتكر تاني. وهنحط رشه جوز الطيب كمان على الصوص، شوفوا قد ايه هتبقى لذيذه. وهنحط كمان اللي هيديها طعم لذيذ جدا، بشر الليمون. خلي دول كده حطهم على الوش. طيب يبقى احنا هنا حطينا ايه، معلقه زيت، بصله شرايح، فلفل الوان شرايح، معلقتين شوفان مطحون، ولبن خالي الدسم، حطينا ملح وفلفل ورشه جوزة الطيب وبشر ليمون، وحاسبها على النار شويه علشان المكونات تتجانس كده مع بعضها واللبن عندنا يبتدي يسخن ويتخن في نفس الوقت من الشوفان. ونعمل دلوقتي الكفته بتاعتنا، واحنا بنعملها برضو خلينا نكسب وقت ونشوف الكومنتات بتاعتكم. بس معانا الاول مدام يسر. اهلا يا مدام يسر. الحمد لله على السلامة. والله وحشتوني. وده انت وحشانة جدا جدا جدا، الحمد لله على سلامتك. كان عندي حفلة في تبع شركة كبيرة يعني في لبنان، وتعزمت عليها فروحت، وكانت الحمد لله كانت ناجحة. الله يبارك فيك. الحمد لله ان شاء الله تكون مثمرة الرحلة كده. ربنا يخليكي، تسلمي لي يا حبيبة قلبي، ربنا يخليكي. أخبارك إيه؟ الحمد لله على سلامتك، الحمد لله والله، نحمد ربنا يا غدوة. إن شاء الله دايما بخير، إن شاء الله دايما بخير. الله يخليكي حبيبتي. ليه عندك طلب يا غادة؟ يلا موري. الامر لله. عايزه اقول نادي الكتاب بتاعك بيتباع فين؟ الكتاب بتاعي بيتباع في كل حته الصراحه. الكتاب اهو بيتباع في تقريبا في كل المحلات والمكتبات. تواصلي معايا وتواصلي معايا، وفي نمر تليفونات كمان موجوده على صفحتي انا على الفيسبوك. شوفي كده في الصور هتلاقي في صوره على الكتاب، عن الكتاب فيها نمره تليفون بيوصله لغايه البيت كمان.
تسلميلي يا مدام يسر، شكرا ليكي. شايفين يا جماعه الصوص عندي تخنها بقى، يعني انا بالنسبه لي شايفين بصوا ممتاز. عايزين تخففوها عن كده خففوها، حابينها كده، انا كده حاسه انها قوام كريمي، فخلاص انا مش هحط لها، يعني هي اخذت اخذت اقل من اللي احنا كاتبينه سنه، بس هي كده ممتازه. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ خلينا نبتدي نعمل ايه الكفته بتاعتنا. عندنا فطاير بالقرع تحفه من جيهان رفعت، بتقول طلعت تحفه وتسلم افكارك الجميله، اكيد هنعرضها. وعندنا دودو علاء وام مكه من القاهره ربنا يخليكي، وام محمد من بغداد عامله صينيه البسبوسه، وايمي سامي. هنعمل ايه دلوقتي؟ عندنا هنا الكفته هحط لها شويه شوفان، لو حسيتوا ان لحمه الكفته طريه زياده حطوا لها شويه شوفان، حسيتوها مش طريه زياده استغنوا عن الشوفان. تمام، هنحط لها ريحان مفروم للكفته، وهنحط لها شويه بابريكا، وهحط شويه ملح وفلفل، ملح وفلفل. خلاص هي دي الكفته بتاعتنا، هنعملها كويس كده في البوله بتاعتنا. وهبتدي اعمل ايه دلوقتي؟ هعملها كور، والكور دي انا هشويها في الفرن، فاحنا كده يعني زي ما انتم شايفين اكله بكريمه، يعني كريمه كدابه طبعا، بكريمه ولحمه ومعرفش لحمه فراخ و و و، وكلها ما فيهاش غير معلقه زيت واحده فقط. هنعمل شايفين دي مش محتاجه احط لها شوفان، حسيتوها شويه طريه ومش راضيه تتماسك معاكي حطوا لها شويه شوفان مطحون. هناخدها نعملها كور بالحجم ده تقريبا، وهنحطها في صينيه، نقدر نحط على الصينيه ورق زبده لو تحبوا، عشان لو خايفين تلزقوا لان ما فيهاش دسم خالص، فلو علشان ما تلزقش بنقدر نحط تحت في الصينيه ورق زبده. وهدخلها الفرن على درجه حراره 220، بتقعد تقريبا يعني من ربع لتلت ساعة فقط، وبتكون استوت. وهي دي شكلها بعد ما طلعت من الفرن. هنعمل فيها ايه دلوقتي؟ الكور الدجاج المشوية بتاعتنا مفيهاش دسم بالمرة، هناخدها هنحطها على الكريمة بتاعتنا اللي احنا عملناها، ونقلبها بس مع بعض كده، عشان انا عايزة الكفتة كده تشرب شوية من الصوص بتاعتنا ويندمجوا كده مع بعض كلهم. ودي وصفة يا جماعة لايت جدا، تنفع خالص للناس اللي بيواخدين اللايف ستايل بتاعهم لايت، او تنفع حتى للي عاملين ريجيم، لان زي ما انتوا شايفين كل حاجة فيها خفيفة جدا جدا، ما فيهاش غير زي ما قلنا معلقه زيت، الاكله كامله فيها معلقه زيت، وكمان ما فيهاش غير شوفان ولبن كامل خالي الدسم. والفراخ طبعا احنا كمان عاملين الصدور، فالصدور بتبقى هي اللي ما فيهاش دسم بالمره. خليها بس على النار شويه صغيرين كده، بصوا الصوص عماله بتتخن ازاي، حبيتوا تخففوها عن كده خففوها براحتكم زي ما انتوا عايزين. طيب انا احنا لغايه احنا كده الاكله بتاعتنا خلصت، هسيبها على النار 3 دقايق مش اكتر. هنقرا كومنتات لغايه ما طمان يقول لنا جه وقت الفاصل. تمام. طيب جاكي نشأت بتقول ان ابنها جاستن عنده 11 شهر وبيحبني جدا، واول ما بيشوفني بيضحك ضحكه حلوه قوي، ربنا يخليهولك ويفرحك بيه يا رب كده، ومفيش احلى من ضحكه الاطفال في الدنيا كلها. أسماء من الجزائر كمان عملت خبز محشي بالشوكولا، وشكرا ليك يا حبيبة قلبي، هنعرضه أكيد كمان شوية. وكان عندنا كمان حد معلق من موريتانيا، بس مش عارفة راح فين التعليق، يمكن يجي ويمكن مش عارفة أشوفه تاني ولا لأ، بس أنا شفته في الفاصل. حبي لربي يكفيني، شكرا ليك يا حبيبة قلبي. ومن ليبيا منى حمدي ومريم الشيخ، وأهو باب من موريتانيا، بيبي شيخة، بيبي شيخة من موريتانيا، أهلا وسهلا.
نورتونا الصراحه كمان موريتانيا، يعني بجد مبسوطه جدا جدا جدا. وفاء الاحبه والمستغفره لله عامله كيكه فانيلا وفرخه محمره من ساره فراج وتورته عيد ميلاد كمان. وجهاد مصطفى عامله كنافه بالكيوي. ام احمد السامرية انا كمان بحبك جدا، تسلمي شكرا ليكي. وعامله بقى عامله حاجات لذيذه قوي، عامله تورته وعامله حلو كده الصراحه انا مش عارفاه. نعم غريب اللي هي عاملاه ده الصراحه. حاضر حاضر. وزهره زهره ودينا رمزي هنعمل وصفات بعد الفاصل، بس دلوقتي هنطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نعمل معاكم خبز الشوفان المشبع. فبشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي هنبتدي بقى نعمل الخبز بتاعنا المشبع. المشبع ليه؟ دايما 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 اي حد بيعمل شوفان دايما يتحط جنبه كلمة مشبع، لان هو الشوفان دايما معروف عنه ان هو بيشبع، بيدي احساس بالشبع سريع. فعشان كده دايما الوصفات اللي بتلاقوا فيها شوفان بتلاقوا جنبيها كلمة مشبع. فاحنا النهاردة هنعمل وصفة سهلة جدا ما فيهاش اي حاجة صعبة، ومكوناتها بسيطة جدا. مكوناتها عبارة عن العيش بتاع الشوفان، خبز شوفان، يعني هو خبز شوفان مشبع عبارة عن شوفان مطحون. بنجيب الشوفان عادي وبنطحنه في المكنة اللي عندنا، فاتنين تقريبا كوب من الشوفان، وعايزين كوبايتين مية، ويفضل تكون سخنة سخنة سخنة، وعندنا رشة ملح. تمام. طيب دلوقتي هنجيب المكونات اللي عندنا، هنحط مكونات كده هنا. احنا كاتبين المية بس هو انتوا يعني بنقدر نحط لغاية ما نلاقي العجينة كده بقت عندنا. هوريكم القوام اللي انا عايزاه. شوفوا هنحط المية ونقلب، وزي ما قلنا مية سخنة. مفيهاش حاجة خالص. تقدروا بقى انتوا تنكهوه بأي حاجة انتوا عايزينها، يعني بتقدروا تحطوله مثلا رشة زعتر، تقدروا تحطوله شوية بابريكا، تقدروا تحطوله كركم، انتوا زي ما انتوا عايزين. طيب هنكمل كوبايتين المية اللي عندنا ونقلب. نقلب شوية كده. دلوقتي هتلاقوه ابتدى يتماسك اكتر من كده بشوية. احنا عاملين ايه بقى دلوقتي؟ كل ما بنسيبه شوية كل ما هيبتدي الخليط تحسوه شوية بيسمك. طيب هنخلي ده بقى كده هنا، وعندنا الطاسة بتاعتنا هنا على النار. بنقدر نحط يعني لو تحبوا نقطة زيت زيتون، حاجة بسيطة جدا، نحطها كده حتى في بولة صغننة. ده لو حابين، يعني لو مش حابين ممكن تستغنوا عن الخطوة دي. بس كده يدوب، بس كده مسح مسح، شايفين ولا حاجة. معانا اسراء. اهلا يا اسراء. اهلا كيف عامله ايه؟ انت يا حبيبتي عامله ايه؟ ايه اخبارك؟ الحمد لله كويس. كله تمام؟ اه الحمد لله. عندك اي سؤال؟ لا انا بتصل بس اسالك. يا حبيبه قلبي ربنا يخليكي، شكرا ليكي ولذوقك. طيب هناخد طبعا لازم تكون سخنه الطاسه بتاعتنا. هناخد الشوفان اللي عندنا الخليط يعني، وهنبتدي نحطه بالشكل ده. وهخليه على النار، بوسع كده عليه يعني، بحاول اخليه تبقى حاجة
رقيقه قد ما نقدر، قد ما نقدر بنفرده يعني. برضو ده للرجيم وللحاجات الخفيف، اللي عايز ياكل حاجات خفيفه لطيف جدا، لانه كمان غير ان هو صحي كمان هيحسسكوا بالشبع سريعا. لازم بقى نسيبه لغايه ما من تحت كده نحس ان هو تماسك، ساعتها هنقلبه. ونرجع تاني لتعليقاتكم من دينا رمزي وهدى هدهد، شكرا. عايزه تتبيله فراخ بالفرن. انا اكتر تتبيله فراخ في الفرن بحبها هي اللي فيها بصل مبشور محطوط عليه زعتر ومحطوط عليه ليمون، ملح وفلفل وزيت زيتون. دي انا بالنسبه لي تتبيله مثاليه. كل سنه وانت طيبه يا دادا دودي. ونوريا طهرة شكرا ليكي. زينب زينب صالح بتقول غادة اموت عليك حبيبتي، انت اللي احلى واحده، شكرا ليكي ربنا يخليكي. من ليبيا عندنا اخت الشهداء. وزهرة اللافندر بتقول انا بحبك هلبة هلبة، ونتفرج عليك ديما، ويعجبني هلبة برنامجك، واني نحب الحلو اللي بتعمليه. تسلم ايدك، تسلم ايدك انت، ويسلم الكلام الجميل اللي قلتيه لي، ربنا يخليكي تسلمي لي. معانا محمد، اهلا يا محمد. الو، ازيك يا محمد؟ الحمد لله. ايه اخبارك؟ كله تمام الحمد لله. الحمد لله. عندك اي سؤال يا حبيبي؟ كويس. طيب الحمد لله. عندك اي سؤال؟ لا شكرا. تسلم يا حبيبي، شكرا على تليفونك يا محمد. جدا شايفين يعني ممكن اقلبه تاني بس ياخد له كمان تحميره، بس شوفوا ولا حاجه، ميه وشوفان مطحون ورشه ملح بس، ميه فقط. شوفوا طلع لنا حاجه بنقدر نحنا بنان ام محمد من مصر اللي هي افنان الاشجار، اهلا وسهلا بيكي. توزاني نجوى بتقول ممكن تلاقي كتابي في المغرب. الكتاب بتاعي ممكن يوصلك المغرب، لان انا متعاقده مع شركه بتوصل لاي مكان في العالم بدون مصاريف شحن، فبتقدري تطلبيه عن طريق الشركه دي وهو بيوصل لك. نوريا طهرة من الجزائر بعتلنا تطبيق حلو برضو. جويري أرلين من ليبيا، هي أم جوري وأرين وهي من ليبيا، شكرا ليكي. بتقول عملت البسبوسة وطلع طعمها حلو جدا. شايفين يا جماعة العيش بتاعنا؟ شايفين أهو، خليكوا بس اقلبوه كده لغاية ما تحسوا إن هو استوى وإنكوا خدتوا درجة أو اللون اللي أنتوا عايزينه. ديكتاتورية القيادة هي وصال دياب من ليبيا، جميلة. تسلم كلام يعني، شكرا على الكلام الحلو. والكباب البيتي عملته آيات كمال، وهمام طبعا شكله جميل، وهمام الزواهرة. ومن فلسطين عندنا آية الخطيب، أهلا وسهلا بيكي. ومعانا نشوى، ازيك يا نشوى؟ ازيك يا مدام غادة؟ انت عاملة ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله ربنا يخليكي. انت عاملة ايه؟ انا الحمد لله كله تمام، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، تسلميلي. وحشتينا كتير والله، انتوا كمان وحشتوني يعني بجد. يعني انا وانا في لبنان عمالة بقول النهاردة كان زماني دلوقتي بقى كنت على الهوا. يلا الحمد لله، انبسطنا هناك وانبسطت معاه. الله يسعدك يا رب، تسلميلي يا حبيبتي، شكرا ليكي، ربنا يخليكي لينا يا رب. تسلميلي يا جميلة. طيب هناخد بقى الخبز بتاعنا يا جماعة، زي ما قلت لكم بس توصلوا للمرحلة اللي انتوا عايزينها. شايفين؟ بصوا شوفوا، شايفين خبز طري جدا اهو، شايفين ازاي؟ ممكن يتلف معاكم، ممكن يتقطع معاكم زي ما انتوا يعني، تقطعوه زي ما انتوا عايزين، اعملوا براحتكم خالص. هودي دي هناك وارجع اعمل كمان واحدة. خليها محطوطة هنا ونرجع نعمل كمان واحدة. وزي ما قلنا تقدروا تحطوا تنتوفة زيت الزيتون دي وتقدروا تستغنوا عنها زي ما انتوا عايزين. انا هحط تنتوفة لان هي هتدي يعني كمان طعم لطيف، يعني يبقى فيه كده. شايفين ازاي بيتخن يا جماعة كل ما بتسيبوه؟ افردوه بقى كده لو حسيتوا. ما خدنا نشوة، نعمل كده بقى، نفرده
كده زي ما نقدر قد ما نقدر بنخليه رقيق. لو حسيتوا ان هو تخن منكم ومش عارفين تفردوه بلوا المعلقة بتاعتكم بشوية مية وافردوه، هيتفرد معاكم على طول. ممكن كمان تخففوه بشوية مية علشان يطلع معاكم زي اللي طلع الرغيف اللي قبل ده. يعني لو تخن منكم مش عارفين تعملوا مش عارفين تفردوه حطوا عليه شوية مية. فالمية تقريبية يا جماعة. هدى احنا كتبتي تقريبا زي ما اتفقنا؟ هدى هدى ايوه تقريبا، ما احنا قلنا نكتب تقريبا علشان خاطر الناس تبقى عارفة ان هو قابل شوية للزيادة علشان بيمسك، شايفة ازاي؟ فاحنا دلوقتي خلينا نزود له شوية مية علشان يبقى بالقوام اللي احنا اتفقنا عليه، شايفين ازاي؟ لان كل ما بنسيبه كل ما بيتخن، لغاية طبعا ما بيوصل مرحلة معينة مش هيتخن تاني. وصفة الصراحة انا كتير بحب الوصفات المفيدة اللي هي يعني تكون كده، يعني تكون مكوناتها قليلة بس في نفس الوقت فيها فايدة كده وحلوة. معانا ام نرمين. اهلا يا ام نرمين. اي يا شيخ غاده، يا اهلا وسهلا والله. وانت كمان وحشتيني قوي قوي قوي. وانت كمان يا حبيبتي، اخبارك ايه؟ الحمد لله الحمد لله على السلامه. الله يا رب تكون اجازه سعيده واستمتعتي فيها. والله هي ما كانتش اجازه، انا كنت في لبنان شغل، او مش شغل يعني، هي كانت عزومه من شركه كبيره كده، حبوا ان عزموني ان انا احضر افتتاح حاجه معينه عندهم. الحمد لله على سلامتك. يعني كان شغل فنانه جميله وحشتيني. ربنا يخليكي، تسلمي لي يا حبيبتي، شكرا ليكي، وسلمي لي على نرمين كتير، شكرا ليكي يا حبيبة قلبي. طيب ادينا عملنا كمان واحدة. هو طبعا بعد ما بتسخن الطاسة بيبتدي يبقى أسرع. معانا الحاجة سهام. أهلا يا حاجة سهام. أهلا يا مدام غادة، ازاي حضرتك؟ أنت ازيك، عاملة إيه يا حبيبتي؟ الحمد لله الحمد لله إن شاء الله دايما يا رب. الله يخليك. قول لحضرتك ايه؟ اتفضلي. انتوا بتعملوا الكبيبه الشامي بتعملوها؟ بنعمل ايه؟ الكبيبه الشامي. الكبيبه الشامي الاصليه طبعا. يا ريت تعملها لي في يوم عملي عشان لو يعني اشوفك انت بتعمليها، ولو عايز اسال حاجه اسال على الهوا. طيب بصي انا عملتها قبل كده بس هي طلبت مني كتير جدا، فانا هرجع اعمل ان شاء الله حلقه تانيه كامله بس عن الكباب. نعمل بس حلقة عن الكبب لأن كتير الناس طلبوها، وأنا بشوف الصراحة ناس كتير جدا، ومش هضحك عليكم كمان، ناس على التلفزيون بيعملوا الوصفة ما بتطلعش زي ما هي مفروض تتعمل. ليها تكات كده معينة، هي لو عرفناها بتطلع معانا الكبة جميلة جدا جدا جدا، فبنعملها تاني، ليه لأ؟ إيه المشكلة؟ كتير ناس طلبوها. ومعانا نهال. شايفين يا جماعة أنا عايزة القوام يبقى بالشكل ده، أعرف أفرده يعني، فكل ما تحسوها تخنت معلش زودوا لها شوية مية لغاية ما يثبت القوام. أهلا يا نهال. أهلا بحضرتك. إزيك عاملة إيه يا حبيبتي؟ الحمد لله شكرا. تسلمي يا حبيبة قلبي، شكرا ليكي. بس الخط تقريبا راح. معلش يا نهال تكلمينا تاني لو سمحتي. معلش كلمينا تاني يا نهال. المهم ده العيش بتاعنا المشبع السريع السهل اللذيذ اللي مفيش حد مش هيعرف يعمله، وزي ما قلتلكم بتقدروا تنكهوه زي ما انتوا عايزين. شايفين زي الكريب اهو، طري وجميل، واهم حاجة انه بيشبع، لان كمان الشتا ده الواحد يعني ما بيشبعش كتير، فيعني ده هينفعنا في الشتا جدا. خلينا بقى دلوقتي نطلع فاصل، ونرجع بعد الفاصل هعمل لكم كيكة لايت بس طعمها حكاية. اشوفكم بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. دلوقتي هنعمل وصفتنا الاخيرة للنهاردة، وهي كيكة الشوفان بدون سكر ولا دهون. ازاي بقى هنعملها الوصفة دي؟ يعني الصراحة انا لما عملتها ما صدقتش الطعم،
يعني عاملينها ولا فيها زيت ولا فيها زبدة ولا فيها سمنة ولا فيها سكر ولا فيها أي حاجة من الحاجات اللي احنا متعودين دايما نحطها في الكيك. هنعملها ازاي؟ عايزين 2 كوب شوفان مطحون، برضو بناخد الشوفان وبنحطه في الكبة وبنطحنه. عندنا 3 بيض، 1 معلقة صغيرة بيكنج سودا، 1 كوب لبن، عليه معلقة كبيرة خل. شوفوا هناخد الخل نحطه على اللبن ونسيبه. فانيليا وكوباية عجوة مع 1/2 كوباية مية مغلية ومعلقة صغيرة قرفة. خلينا ناخد 1/2 كوباية مية المغلية اهي عندنا هنا، هحطها وحط عليها 1 كوباية من العجوة. 1 كوباية تقريبا اهي، دي كده نقول 1 كوباية يعني يتحمل حتة كمان. فإحنا كل السكر اللي واخدينه في الكيكة بتاعتنا واخدينه من العجوة، شايفين ازاي؟ فيعني سكر طبيعي. نخليه بس كده شوية ونقلبها مع بعض لغاية ما العجوة اللي عندنا تندمج مع المية. تمام. طيب ايه رأيكم نقرأ شوية تطبيقات دلوقتي ولا نستنى شوية على التطبيقات يا طمان؟ ايه رأيك؟ ولا نخلص ونعمل التطبيقات اخر حاجة احسن؟ خلاص هنخلص ونعمل التطبيقات اخر حاجة. طيب هخلي دول على النار شوية كده ونبتدي هنا نحط السوائل كلها مع بعضها. عندنا البيض وعندنا الفانيليا، كل الحاجات السايلة الفانيليا، وعندنا اللبن. بس الاول هعمل دول كده مع بعض الاول. معانا حنين، اهلا يا حنين. الو الو، يا اهلا وسهلا، انا بحب حضرتك قوي والله، بفرج عليك دايما. يا روحي ربنا يخليكي يا ربي، شكرا ليكي يا حبيبتي، تسلمي لي. ده حتى اختي الصغيره بتفرج عليكي دايما. بوسيها لي بوسه كبيره، تسلمي لي، شكرا يا حبيبتي، شكرا ليكي. طيب احنا كده عندنا عايزينه بس ده كده يندمج كله مع بعضه، كل العجوة كده تتهرس مع. ومعانا لارا، اهلا يا لارا. ايوه اهلا وسهلا، ازيك يا حبيبتي؟ عامله انتي، اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله، ان شاء الله دايما بخير. بحب حضرتك جدا، ربنا يخليكي يا حبيبتي، انا كمان بحبك، تسلمي لي يا لارا. طيب هنا حطينا يا جماعة البيض والفانيليا، وإيه تاني؟ حطينا حاجة تانية ولا خلاص البيض والفانيليا؟ وهنحط، مش عارفة ليه حاسة إن احنا حطينا حاجة تانية، البيض والفانيليا. طيب هنحط دلوقتي 1 كوباية اللبن على محطوط عليها معلقة خل، هنحطهم مع بعض هنا. خلاص شايفين سهلة جدا جدا جدا. هنحط دلوقتي كل دول على بعض، الشوفان المطحون، البيكنج سودا، والقرفة، وهخلطهم 2 دقيقة وبعدين هحط عليهم التمر والمية المغلية اللي عندي. الخليط ده باخده خلاص. تمام اهو، هناخد دلوقتي الخليط بتاعنا اللي هو تمر ومية مغلية وهنحطه هنا، وكده تبقى الكيكة بتاعتي جاهزة لدخول الفرن. هحطها في صينية حسب ما انتوا عايزين، ممكن تحطوها في صينية الانجليش كيك، ممكن تحطوها الانجليش كيك اللي هي بتبقى طويلة، ممكن تحطوها. خلاص يلا نشوف القوام مع بعض. بس اهو شايفين قوامها، شوفوا 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 ده قوامها. بتاخدوها تحطوها في صينية زي ما اتفقنا، اما الانجليش كيك اما كيكة مربعة، صينية مربعة زي ما انتوا عايزين. ده بيكون شكلها بعد ما بتطلع من الفرن. تاني هالي للخطة وصلت
نهال اللي الخط فصل معاها من شوية. أهلا يا نهال. أهلا بحضرتك يا شيف. إزيك يا حبيبتي، عاملة إيه؟ الحمد لله. أنا مصممة أكلم حضرتك عشان أشكرك على الصفات الجميلة. يا حبيبتي ربنا يخليكي، دي حاجة تسعدني جدا. أهلا وسهلا بيكي. ميرسي ليكي. كنت عايزة أسأل بس حضرتك، هو خبز الشوفان اللي حضرتك عملتيه دلوقتي ممكن يتشال في الفريزر وسخنه في الميكرويف ولا يتعمل قبل الاكل على طول؟ والله انا ما جربتش فمش هقدر اقول لك ممكن ولا مش ممكن، مش عارفه يعني. هو اكيد هينفع لان العيش يعني العيش عامه احنا بنعمل فيه كده، بس هيفضل طعمه حلو ولا لا جربي يعني، اعملي مره شويه كده وحطي منهم 2-3 في الفريزر وشوفي. طيب شوفوا يا جماعه الكيكه قد ايه لطيفه وريحتها حلوه. خلينا كتير يا رولا، رولا بتسألني. طيب خلينا نطلع دلوقتي نشوف التطبيقات بتاعتنا قبل ما نختم الحلقة. يلا بينا. طيب عندنا مين؟ أساور الست من نرمين إمام. أهلا يا نرمين، تسلم إيدك يا حبيبتي. المستغفرة لله، عاملة كيكة الفانيلا. طبعا مفيش أحلى من الوصفات القديمة السهلة الجميلة دي. تسلم إيدك. من موريتانيا بيبي شيخة، أهلا وسهلا. بوب من موريتانيا، تسلم إيديكو. أثر الفراشة أسماء من الجزائر، عاملة خبز محشي بالشوكولاتة. طبعا طعمه أكيد حلو لأن شكله حلو. عبير بيرو عاملة كيكة الجزر. طبعا عبير الفنانة، تسلم إيدك يا حبيبتي. عملت كيكة الجزر جميلة جدا. دعاء حامد، تسلمي يا حبيبتي، شكرا على الكلام الحلو. وهي عاملة البيتزا الحلزوني، يسلموا ايديكي، وهي من العراق. حياة أحمد عملت مكرونة مبكبكة والأرنبيط المقلي، تسلم ايدك. جهاد مصطفى عملت كنافة بالكيوي. جيهان رفعت عملت فطاير القرع وشكلها جميل جدا، هي اصلا الفطاير دي شكلا وطعما كانوا حلوين قوي بجد. توزاني نجوى، شكرا يا حبيبتي، عملت العجه شفلور يمكن اللي هو القرنبيط على طريقه عمتي. مظبوط، الله يرحمها حبيبه، حبتها وبتقول طلعت مزوقه بزاف 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 بزاف. ريحانة الجنة، مساء الفل يا حبيبة قلبي، عملت لقمة القاضي وهي من ليبيا، أهلا وسهلا بيكي. محمد نهاد عمل من بغداد وهي أم محمد هيتن هيتن بغداد. طيب عملت صينية البسبوسة وطبعا جميلة جدا، تسلم إيدك. هبة جمال الدين يزبك من لبنان، أهلا وسهلا بيكي وبكل حبايبنا في لبنان. عملت الصفوف، طبعا الصفوف جربته كتير، عملته الصراحة مرتين، وتاني مرة كانت الوصفة يعني وصفتين، الوصفة التانية حبيتها أكتر من الأولانية. فطبعا الصفوف معروف جميل. ابتسام الجادي من ليبيا عملت تورتة موس الشوكولاتة طبقات على طريقة البرنامج، وعملتها في عيد ميلاد بنتها ريان وعجبتها خالص. تسلم ايدك، اولا شكلها حلو جدا وربنا يخليلك بنوتك يا ربي وتفرحي بيها. ام زيزو من فلسطين، يعني الكنافة هنقول ايه، كنافة النابلسية ولا ألذ من كده. تسلم ايدك يا حبيبتي. محمد نهاد من بغداد عملت البقسم بالتمر، تسلم ايدك، اكل المطبخ العراقي جميل. دكتاتورية القيادة هي وصال دياب من ليبيا، عملت كيك
كيكة اللبن المجفف، طبعا شكلها لطيف جدا جدا، عاملة فيها حركات. ريحانة الجنة عاملة المقروض الليبي، يعني جميل جدا، وهي من ليبيا، وكل سنة وانتي طيبة والنقش يجنن. آيات كمال من مصر، يا هلا، ده الكباب البيتي، الوصفة التركية الجميلة على طريقة البرنامج، طلعت تحفة الحمد لله انها عجبتك يا آيات. طيب احنا كده نبقى وصلنا معاكم لاخر البرنامج، ان شاء الله تكون الحلقة عجبتكم. الحمد لله كان عندنا وقت النهارده نقرا تعليقاتكم الجميله على الفيسبوك على صفحه البرنامج، وكان عندنا وقت نعرض التطبيقات، وعملنا وصفتنا الصحيه او اللايت وليس دايت، لذيذه جدا جدا. جربوها وبعتوا لي الصور علشان نعرضها لكم في البرنامج. بتمنى تكون الوصفات بتاعتنا عجبتكم. الكفته، كفته الفراخ لذيذه جدا جدا جدا، وقال يعني بناكل كفته بالكريمه وهي كلها لايت قوي، ما فيهاش غير لبن خالي الدسم، ما فيهاش غير شوفان بدل الدقيق، مستعملين صدور الفراخ بدل ما اللحمة لأنها أقل في السعرات الحرارية. عملنا كمان كيكة التمر بدون سكر بدون زيت، مش هتصدقوا قد ايه طعمها حلو غير لما تجربوها. طبعا دي بتدخل الفرن على درجة حرارة 180، بتقعد تقريبا نص ساعة، وان شاء الله هتعجبكم جدا جدا، اعملوها وشوفوا قد ايه لذيذة. وعملنا خبز الشوفان اللي بس بمكونين اتنين، وهو الشوفان والمية بس. دايما خلوا بالكم ان القوام ممكن بيتخن، فافضلوا زيدوا مية علشان خاطر توصلوا للقوام اللي بيقدر يخليكم تحطوها في الطاسة وتفرد معاكم. دي كانت الوصفات بتاعتنا للنهاردة، بتمنى انها تكون عجبتكم. الوصفات كلها هتنزل على صفحة البرنامج زعفران وفانيلا كمان شوية، اللي مش عامل لايك يعمل بسرعة علشان تجيله الوصفات. وطبعا اللي ما شافش الحلقة من اولها بيقدر يشوفها في الاعادة الساعة 8 بالليل والساعة 8 الصبح. بتمنى تكون الوصفات عجبتكم، وبشوفكم بكرة ان شاء الله في حلقة جديدة، وصفات جديدة وافكار جديدة باذن الله. باي باي.